بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتوحد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان. فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في درس البحر الرائق في الزهد والرقائق، وتكلمنا في الدرس السابق عن أحوال النفس ومحاسبتها، وقلنا انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم، فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خاب وخسر. أي أن من استطاع أن يقهر نفسه وأن يطوعها لله عز وجل فأفلح وأنجح، يعني في الدنيا والآخرة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ومن ظفرت به نفسه فمالكته وأهلكته خاب وخسر في الدنيا والآخرة. والنفوس يعني النفس واحدة باعتبار ذاتها، ولكنها ثلاث باعتبار صفاتها. نفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وهذه النفس التي تدعو إلى الطغيان وإيثار العجلة. فإذا اجتهد العبد في تهذيب نفسه ترقت، يعني فتصير نفس لوامة، وهي التي تطيع وتعصى وتغفل وتذكر. فإذا اجتهد أيضا في تزكيتها وتطويعها لله عز وجل صارت نفسا مطمئنة، مأنت بالطاعات والعبادات، فلا تعارض يعني صاحبها ولا تمنعه من طاعة الله عز وجل، كما قال الإمام ابن مبارك: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفو. فيقوم الليل دون مشقة، يغض بصره دون مجاهدة، لأن نفسه أحبت الطاعات والعبادات وسكنت إلى رب الأرض والسماوات. فهذه النفس المطمئنة التي ينادى عليها عند الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. فالإنسان الذي يفلح في تهذيب نفسه حتى تصير نفسه مطمئنة بالطاعات والعبادات، تفعل الطاعات بدون مشقة ولا مجاهدة، هي التي ينادى عليه هذا النداء عند تجرد الروح من البدن. يقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. نستكمل الموضوع محاسبة النفس. محاسبة النفس يقول: وعلاج استيلاء النفس الأمارة على القلب المؤمن محاسبتها ومخالفتها. أخرج الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالإنسان يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يكون الحساب، يعني في وقت لا يستطيع أن يصلح نفسه أو أن يستغفر يعني من ذنوبه أو أن يجتهد في حسنات يعني محية. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. إن الأعمال توزن والناس نفسهم يوزنون، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الشخص نفسه يوزن، الأعمال توزن، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فالعمل يوزن، وصحائف الأعمال يعني توزن، يعني كذلك في ميزان الحق يوم القيامة. يقول: فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا العرض الأكبر. سأن يكون معروض الضمير، معروض الجسد، معروض التاريخ، معروض الأعمال، معروض القلب، ما فيه من حب وبغض. ويروى عن ميمون بن مهران قال: لا يكون العبد تقيا حتى يناسب، حتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه، أو كما يحاسب شريكه من أين مطعمه وملبسه، يضيق على نفسه. قال الحسن، وهذا الكلام كلام يعني يكتب بماء الذهب، يعني يقول: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفاجئه الشيء ويعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من حيلة إليك، هيهات حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا. إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بين هلكتهم. المؤمن وقاف عند حدود القرآن وحال بين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقابته، كأنه يعني مأسور أو مسجون بيسعى فيه أن يشتري نفسه، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله. يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله. قال مالك بن دينار: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، يعني ذكرها بالذنوب، ثم زمها ثم خطمها. والزمام الذي يوضع في فم الدبة يكفها، يعني عما يؤذيها، أو كما قال بعضهم: رحم الله امرأ جعل نفسه خطاما وزماما. الخطام يجعل في أنف الدبة، زي حبل في أنف الدبة تجر به إلى الأمام، والخطام الخطام الذي يجعل فيه الزمام الذي يجعل في فمها يكفها. فيقول: رحم الله امرأ جعل نفسه خطاما وزماما، فقادها بخطامها إلى طاعة الله، وكفها بزمامها عن معصية الله عز وجل. يقول: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، ثم زمها ثم خطمها، حتى يدفع إلى ما فيه مصلحته ويكفها عما فيه يعني شقاؤها. ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا. فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها. قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا، لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يقول: محاسبة النفس نوعان، نوع قبل العمل ونوع بعده. إنسان يحاسب نفسه قبل أي عمل ويحاسب نفسه بعد العمل. أما النوع الأول قبل العمل فهو يقف عند أول همه وإرادته، يعني قبل أن يعمل عملا يقف وقفة، لا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. قال الحسن: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره تأخر. يعني كان هذا العمل عمل لله، يرضي الله عز وجل، يحبه الله عز وجل، يريد به وجه الله عز وجل، يثمر له الخير في الآخرة، يعمل هذا العمل. وإن كان لغير الله أو لم يرد به يعني غير وجه الله فيقف عنه. شرح بعضهم هذا، يعني فصل بعضهم هذا الكلام، فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد وقف أولا، يعني قبل أن يتحرك إلى العمل،
ونظر هل ذلك العمل مقدور عليه أو غير مقدور عليه ولا مستطاع، فإن لم يكن مقدورا عليه لم يخدم عليه، وإن كان مقدورا عليه يعني الأمر الأول قد يكون يريد أن يعمل عملا غير مقدور عليه فيقف، إن كان مقدورا عليه هيقف وقفة أخرى ونظر هل فعله خير من تركه أو تركه خير له من فعله، فإن كان ثانيا الترك أفضل من الفعل أيضا توقف ولم يخدم عليه، وإن كان الأول هو فعله خير من تركه وقف وقفة ثالثة فقال هل الباعث عليه رادت وجه الله عز وجل وثوابه، أنه يبتغي بذلك وجه الله ونظر إلى وجه الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إن كل عمل إنسان يعمل ينبغي أن يبتغي به وجه الله لنظر إلى وجه الله يعني أعلى نعيم الجنة. إن كان الأول وقف وقفة ثالثة هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل وثوابه أو إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق، فإن كان الثاني إن هو الباعث عليه وجه الله، لم وإن كان يقول إن كان الأول وقف وقفة ثالثة هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل وثوابه أو إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق، فإن كان الثاني طبعا يقف لم يقدم عليه وإن أفضى إلى مطلوبه لئلا تعتاد النفس الشرك، إنسان لا يعمل عمل إلا بمقابل. كان مرة يعني بعض إخواننا كانوا في قطر تقريبا وكانوا يعملون في وزارة الأوقاف، وقررت وزارة الأوقاف أن تعمل دورة لتحفيظ القرآن للأطفال أو زيادة على العمل الذي يعملونه ويأخذون عليه يعني راتبا، فبعض الإخوة قالوا يعني ما هو الأجر يعني المقابل يعني، فالمسؤول قال لهم ما تبقوش زي المكنة بتاعة البيبسي التي لا تخرج يعني علبة البيبسي إلا بعد أن يوضع فيها النقود، فإنسان ما يعملش العمل إلا ما يأخذ مقابل دنيوي، لماذا لا يكون هذا العمل لوجه الله وخاصة أنه يأخذون مرتبات يعني على عملهم، فالإنسان لو تعود على أن كل عمل لابد أن يكون له مقابل دنيوي مال شهرة جاه سلطان، لو تعودت النفس على ذلك بيصعب عليها أن تعمل خالصة لله عز وجل، لابد أن يكون كل عمل يعني يريد به مصلحة في الدنيا. فيقول لألا تعتاد النفس الشرك ويخفف عليها العمل لغير الله أو يخف عليها العمل لغير الله، فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله عز وجل، يعني كل ما يسهل عليها العمل لغير الله بيصعب عليها العمل لله عز وجل حتى يصير أثقل شيء عليها، يعني صعب أن يعمل عمل خالص لابد من مقابل لأنه تعود على ذلك. وإن كان الأول إنه بيريد بالعمل وجه الله عز وجل وقف وقفة أخرى ونظر هل هو معان عليه وله أعوان يساعدونه، طبعا إذا كان العمل يحتاج إلى أعوان، وينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا، فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه، العمل يحتاج إلى أعوان وهو وحده لا يستطيعه فيمسك أيضا عن العمل كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد بمكة حتى صارت له شوكة وأنصار. وإن وجده معانا عليه وجد له أعوان والعمل يحتاج إلى أعوان فليخدم عليه فإنه منصور بإذن الله تعالى، ولا يفوت النجاح إلا من فوت خصلة من هذه الخصال، وإلا فمع اجتماعها لا يفوت النجاح. فهذه أربع مقامات يحتاجها العبد إلى محاسبة نفسه، يحتاج العبد إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل. رحم الله امرأ وقف عند همه فإن كان الله أمضى وإن كان لغيره يعني تركه. قلنا الوقفة الأولى يعني أن الإنسان بينظر هل هو مقدور عليه أو غير مقدور، لو كان غير مقدور يخف، لو كان مقدورا يعني عليه يقول هل تركه خير من فعله، يعني قد ينكر منكر ويترتب منكر أكبر أو تزول مصلحة أكبر فيبقى تركه خير من فعله، إن وجد إن الفعل خير من الترك يقف الوقفة الثالثة يسأل نفسه عن الإخلاص، هل هذا العمل يريد به وجه الله أو أنه يريد عرض من الدنيا يريد شهرة يريد جاه، فإن كان الثاني توقف لألا تعتاد النفس الشرك، فبقدر ما يخف عليها العمل لغير الله يثقل عليها العمل لله عز وجل.
وإن كان يعني إن وجد أنه يريد وجه الله عز وجل وحده فيقف وقفة رابعة، هل هو معان عليه؟ هل له أعوان؟ إذا كان هذا العمل يحتاج إلى أعوان أو ليس له أعوان. إذا لم يجد له أعوانا فيقف، وإن وجد أعوانا فيقدم على العمل. النوع الثاني محاسبة بعد العمل، إن بعد أن يعمل عمل أيضا هناك وقفة للمحاسبة. أحدها محاسبتها يحاسب نفسه على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. واحد بيصلي بس يصلي في آخر الوقت وبيصلي يعني وحده ولا يتم الركوع والسجود والخشوع، فهو بيقصر في الإيه؟ في حق الله عز وجل. يقول وحق الله في الطاعة ستة أمور، إن لابد أن يتوفر في كل طاعة ستة أمور: الإخلاص في العمل، يعني ده شرط لقبول العمل، إنما الأعمال بالنيات. الإخلاص في العمل، والنصيحة لله، والنصيحة معناها إرادة الخير للمنصوح، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إخلاص المتابعة، شهود مشهد الإحسان، وشهود منة الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل هو الذي يعني من عليه والذي وفقه لهذا العمل، لا يقول أنه هو بشطارته ومهارته يعمل هذا العمل. شهود تقصيره، أنه هو مقصر يعني مهما اجتهد في الطاعة والعبادة فيرى أنه يعني مقصرا يعني في حق الله عز وجل، فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها وهل أتى بها في هذه الطاعة. الثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح لما فعله، وهل أراد به الله عز وجل والدار الآخرة فيكون رابحا، أو أراد به الدنيا وعجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. فهذه ثلاث مقامات يعني يحاسب نفسه عليها يعني بعد الايه؟ بعد العمل. يحاسب نفسه على طاعة قصرت فيها او يعني قصر فيها في حق الله عز وجل، يحاسب نفسه على عمل كان تركه خيرا له من فعله، يحاسب نفسه على الامر المباح الذي فعله بدون نية صالحة، لانه لو وفر فيه نية صالحة سوف يصير يعني من الطاعات ومن القربات. يقول واخر ما عليه الاهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها كما يفعل أكثر الناس، يعيشون يعني كالأنعام، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لا فيش له هم اللي هو يتمتع ويحصل على الشهوات، لا يراعي حدود الله عز وجل ولا يراقب ربه عز وجل، فهو يفعل ما تهواه نفسه وما يزينه يعني له شيطانه، لا يلتفت في رضا الله عز وجل أو في غضب الله عز وجل. يقول وآخر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها فإن هذا يؤول به إلى الهلاك، وهذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها، ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام، زي ما يقولوا الوقاية خير من العلاج، يعني الإنسان يعني يفطم نفسه أو يحمي نفسه من الوقوع في الذنوب، يعني بدل من أن يقارف الذنوب ثم يحاول أن يفطم نفسه يعني عنها بعد ذلك، أو تصير الذنوب له يعني عادة وملكة ثم يحاول يعني أن يفطم نفسه عنها فيصعب العلاج. وترك المألوف والمعتاد وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، الفرائض رأس المال، مثلا لو أدى فرائض كاملة أفلح إن صدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل لا أزيد على هذا ولا أنقص قال أفلح إن صدق. أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبه على المناهي، لأن دي أيضا من الواجبات، ترك ما نهى الله عز وجل عنه. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، فأتى بحد الاستطاعة في الأوامر دون النواهي. فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات المحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى، ثم يحاسبها بما
تكلم به أو مشته رجلاه أو بطشت يداه أو سمعته أذناه، ماذا أردت بهذا؟ لما فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنخصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال: يسأل الصادقين عن صدقهم. فإذا سئل الصادقون عن صدقهم فكيف بالكاذبين؟ وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال محمد بن جرير الطبري، هو شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين، يقول تعالى: ثم ليسألنكم الله عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا، ما عملتم فيه، ومن أين وصلتم إليه، وفيما أصبتموه، وماذا عملتم به. قال قتادة: إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه. يعني أعطى علم، ماذا عملت به؟ هل عملت به؟ هل علمته؟ هل أفتيت به؟ أعطاك مالا، هل أنفقت في أوجه البر والخير؟ أو منعت الزكاة ولم تقم بالواجبات عليك من إنفاق على الزوجة والأولاد والأب المحتاج أو الابن المحتاج؟ أعطاك صحة، يعني ماذا فيما استعملت هذه الصحة؟ فكل نعمة الله جل أعطى العبد يسأل عنها. والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره، أنه اكتسب مال حلال وصرفه في وجوه المباح فيسأل عن شكره هل شكره. ونوع أخذ بغير حله، أخذ مالا حراما وصرف في غير حقه، أنفقه في الحرام. ده غالبا يعني المال ما يكون حلال بينفق في الطاعة، ما يكون حرام بينفق في المعصية، وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه ومصرفه. فإذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه، كما قال عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد، يعني القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني بأذنك ماذا تسمع؟ هل تسمع القرآن أو تسمع الذكر أو تسمع الخنا والغناء وغير ذلك؟ بعينيك هل تبصر بهما في كتب العلم، في القرآن، في الآيات الكون المشاهدة، أو أنك تنظر بهما إلى ما حرم الله عز وجل؟ كل نعمة إنسان لو حسب نفسه يعني عليها وتذكر أن هذه نعمة من الله عز وجل، وإن من شكر النعمة أن تستعمل في طاعة الله عز وجل، وإنه كان يمكن أن يخلق بدون بصر، فاقد البصر، فاقد السمع، فمن شكر النعمة أن تستعمل في طاعة الله عز وجل. وهذا مما يعين على غض البصر، إن الإنسان يعني يتذكر من فقد هذه النعمة أو من ولد أعمى، فمن شكر النعمة أن تستعمل في طاعة الله عز وجل. يقول: وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول: ينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال، أمن الصالحات التي تنجيه أم من السيئات التي توبقه يعني تهلكه. قال قتادة: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد، لأن كل ما هو آت قريب. فقال: وتنظر نفس ما قدمت لغد، والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس وفسادها وفسادها بإهمالها والاسترسال معها. فوائد محاسبة النفس: من فوائد محاسبة النفس الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته. فالأول الإنسان يعني يقف على عيوب نفسه، يعني هل هو مثلا مقصر في الجماعة؟ هل هو مقصر في الذكر أذكار الصباح والمساء؟ هل هو مثلا لا يبر والديه؟ وفي الواقع المفروض الإنسان كل يوم يحاسب نفسه قبل أن ينام، بحيث أنه ينام على توبة، بحيث أنه لو وجد تقصير مثلا يتوب منه، لأنه قد يقوم وقد لا يقوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يقبض الأرواح عند الموت وعند النوم، ولكن في النوم يمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولكن الإنسان عند النوم يقول: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ولما يقوم من النوم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
يعني أنت تموت وتحيا كل يوم، تموت وتحيا مرة ثانية، تذكير بالبعث وبالنشور وبالموت. فالمفروض الإنسان يعني كل يوم يتذكر ذنوبه، هل اغتاب أحد في هذا اليوم، هل أطلق بصره، هل وقع في نميمة أفسد بين الناس، هل أغضب يعني والديه، فيتذكر يعني ما فعله في اليوم قبل أن ينام، ولمدة دقائق معدودة قبل أن ينام، حتى ينام على يعني توبة ويصبح على توبة. من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين، قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فمن فوائد محاسبة النفس الاطلاع على عيوبها، أن أكثر الناس لا يعرفون عيوب أنفسهم، تجد عنده كبر مثلا، أو عنده بخل، أو عنده يعني عجب، أو أنه كثير الكلام على الناس، أو يطلق بصره، تجد فينا عيوب كثيرة جدا، ولكننا لا نتوب منها ولا نقف عليها لترك المحاسبة. ولكن لو كل إنسان منا يحاسب نفسه سوف يقف يعني على عيوب النفس وسيئات العمل، فيمكنه أن يتدارك ويمكنه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعالج نفسه حتى يلقى الله عز وجل بقلب سليم، وحتى يموت نفسه مطمئنة بالطاعات والعبادات. فمن فوائد محاسبة النفس الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله. روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقت، أنه يرى الناس كلهم مقصرين في حق الله، ثم ينظر في نفسه فيجد أنه أكثرهم تقصيرا، فيمقت الناس في جنب الله ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقت. قال محمد بن واسع لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي. وقال أبو حفص من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته كان مغرورا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. عن عقبة بن صهبان الهنائي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. طبعا الثلاثة دول يعني ناجين، لأن الله عز وجل قال اصطفينا وسلام على عبادي الذين اصطفى، ولكن هم درجات، منهم ظالم لنفسه لا يؤدي يعني كل الواجبات ويقع في ذنوب المعاصي، منهم مقتصد يفعل الواجبات ويقتصر يعني عليها، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فلما سأل عقبة بن صهبان الهنائي عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية فقالت يا بني هؤلاء في الجنة، أما السابق فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والرزق، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. قال فجعلت نفسها معنا، بل هي من السابقات يعني بالخيرات، يعني وإن لم تكن عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كانت تسابق فعلا بالخيرات، يعني مرة أرسل لها يعني معاوية مش عارف 100,000 أو 200,000 درهم وكانت صائمة، فرقتها لم تترك لنفسها درهما واحدا، حتى قالت لها امرأة تسمى أم ذرة هل أبقيت لنا درهما نشتري به لحما نفطر عليه، فقالت لو ذكرتيني لفعلت. يعني الواحد يفتكر كل الغلابة وكل الناس وينسى نفسه، فطبعا يعني سابقة يعني بالخيرات رضي الله عنه. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد أن رجلا من بني إسرائيل تعبد 60 سنة في طلب حاجة فلم يظفر بها، فقال في نفسه والله لو كان فيك خير لظفرت بحاجتك، فأتي في منامه فقيل له أرأيت ازدراءك نفسك تلك الساعة فإنه خير من عبادتك تلك السنين. يعني سامع حق نفسه يعني ولو في لحظات، يعني هذا أفضل عند الله من عبادة يعني سنين متطولة. فالنفس داعية إلى المهالك، معينة للأعداء، طامحة إلى كل قبيح، متبعة لكل سوء، فيتجري بطبعها في ميدان المخالف، هي النفس الأمارة بالسوء. فالنعمة التي لا خطر لها، التي لا تخطر على البال أو نعمة عظيمة، الخروج منها والتخلص من رقها، فإنها أعظم حجاب بين العبد وبين الله تعالى،
وأعرف الناس بها أشدهم ازدراء عليها ومقتا لها. ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، ويدنو العبد به من الله تعالى في لحظة واحدة أضعاف ما يدنو يعني يقترب بالعمل. من فوائد محاسبة النفس أيضا أن يعرف العبد بذلك حق الله تعالى، ومن لم يعرف حق الله تعالى عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه وهي قليلة المنفعة جدا. فمحاسبة النفس يعرف العيوب والذنوب التي عنده حتى يتوب وحتى يرجع وحتى يمقت نفسه في ذات الله. الفائدة الثانية أن يعرف حق الله عز وجل عليه، فمن أنفع مال القلب النظر في حق الله على العبد، فإن ذلك يورثه مقت نفسه والإزراء عليها، ويخلصه من العجب ورؤية العمل، ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه واليأس من نفسه، وأن النجاة لا تحصل إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته. فإن من حقه أن يطاع ولا يعصى، وأن يذكر ولا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم علم اليقين أنه غير مؤد له كما ينبغي، وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة، وأنه إن أحيل إلى على عمله هلك. ولذلك نحن نستعيذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فالعبد إذا وكل لنفسه هلك. فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله تعالى وبنفوسهم، وهذا الذي أيأسهم من نفوسهم وعلق رجاءهم كله بعفو الله عز وجل ورحمته. وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك، ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون يعني في حق الله عليه. فلسان حليم يقول بأن الله ظلمه وأنه كان يستحق أن يكون له منزلة أكثر من ذلك وعنده مال أكثر من ذلك، ومن هنا انقطع عن الله عز وجل وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. فمحاسبة النفس هي نظر العبد في حق الله تعالى عليه أولا، ثم نظره هل قام به كما ينبغي، وأفضل الفكر في ذلك، فإنه يسير القلب إلى الله ويطرحه بين يديه ذليلا خاضعا منكسرا كسرا فيه جبره، ومفتقرا فقرا فيه غناه، وذليلا ذلا فيه عزه. ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل، فإنه إن فاته هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي ناله. فنكتفي هذا القدر بالنسبة للبحر الرائق.